قال ابن العبري في صفحة 244 في سنة 24 و624 هجري توفي الملك المعظم عيسى بن الملك العادل صاحب دمشق، وصار ملكه بدمشق والقدس والسواحل إلى ولده الملك الناصر صلاح الدين داود، فاستقر ملكه بها. وفيها سنة 624 قفل جنغيز خان من الممالك الغربية، أي رجع جنغيز خان من الممالك الغربية إلى منازله القديمة الشرقية، ثم رحل من هناك إلى بلاد تنكوت، وهنالك عرض له مرض من عفونة ذلك الهواء الوخيم، ولما قوي مرضه استدعى أولاده وقال لهم: إنني قد أيقنت مفارقة الدنيا، ولا بد من شخص يقوم بحفظ المملكة على حالها والذب عنها، وقد أعلمتكم غير مرة أن ابني أوكتاي يصلح لهذا الشأن، فقد جعلته ولي عهدي وقلدته ما بيدي من جميع الممالك، فما قولكم في هذا الذي استصوبته؟ قالوا: جنغيز خان هو المالك للرقاب، ونحن العبيد السامعون المطيعون في جميع ما يتقدم به على وفق مراده ومرسومه. وتوفي لأربع مضين من شهر رمضان سنة 624 هجري، توفى جنغيز خان، وكانت مدة ملكه نحو 25 سنة. وفي سنة 625 ترددت الرسل بين الفرنج والملك الكامل في طلب الصلح، فاتفق على تسليم البيت المقدس إلى الفرنج، فتسلموه ومواضع كثيرة أخر من بلاد الساحل. يبرر يقول: وإنما أجابهم الكامل لما رأى من كثرة عساكرهم وإمداد البحر لهم بالرجال والأموال، فخاف على بلاده أن تؤخذ منه عنوة فأرضاهم بذلك. التفت: كما تبين لنا وتكرر علينا منهج ابن تيمية المارق، فبحسبه أن تصرف الخليفة الإمام الكامل لا يوجد فيه عمالة ولا خيانة ولا رأي خاطئ وقرار غير صائب، بل حكمة وسداد وتحقيق مصلحة ودفع ضرر. فإذا كانت القياسات بهذه الصورة، فلماذا لا يتم تطبيقها على ابن العلقمي فتكون أعماله مبررة بل أولى بالتبرير من فعل الملك الكامل؟ إنه نفاق المدلسين التكفيريين القتلة.